طيب مهم جدا اروح استضيف على الهاتف زميلي العزيز محمد طه مراسل قناه الاهلي واللي حضر مران الفريق النهارده عشان يطمننا على الفريق بشكل كبير. يا ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الخير امير، مساء الخير عليك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله طبعا كله تمام. تحياتي طبعا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا محمد، عايزين نعرف كل التفاصيل الخاصه بمران الفريق النهارده واستعدادات النادي الاهلي لمباراه الانتاج الحربي ان شاء الله يوم السبت. طيب يمكن المران النهارده بدا يمكن في الساعه 4:30 عصر، بس كان اهم ما يميز المران اليوم هو حضور الكابتن محمود الخطيب النادي الاهلي. المران يمكن عقد جلسه مع اللاعبين قبل المران استمرت حوالي في نص ساعه او اكثر، واتكلم فيها مع اللاعبين عن ضروره العمل بشكل جاد في الفتره المقبله ونسيان مباراه سيلتا والتركيز في الفتره القادمه. ايضا مستر سافي عقد جلسه مع اللاعبين واتكلم فيها مع اللاعبين عن ضروره مباراه الانتاج الحربي ونسيان المباراه السابقه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ويمكن ايران يوم يمكن مستر سافي المدير الفني كان تسلم ايضا تقرير شامل عن حاله اللاعبين اللي كان غابوا عن رحله الفريق الاخيره، وكان شمل التقرير حاله اللاعبين غير مقيدين ايضا في القائمه الافريقيه واللي اتمرنوا مران اللاعبين، وايضا بسبب اللاعبين اللي غابوا بسبب الاصابات. ايضا مستر رفاتي كان يمكن تجهيزاته بالنسبه للتقرير او متابعته لكل اللاعبين يمكن حابب ان هو يجهز كل اللاعبين بالنسبه للفريق بالنسبه للمرحله المقبله بسبب طبعا ضغط المباريات زي ما انت عارف. طبعا المحاضره اللي كانت مع اللاعبين قبل انطلاق المباراه اتكلم فيها ان مباراه الانتاج الحربي واحده من المباريات المهمه المفروض الاهلي يبص لها، لان المنافس منافس قوي طبعا، بالتالي محتاج ان هو يبقى عنده كل العناصر المهمه في هذه المباراه ويكون في تركيز اعلى وما ياثرش اي نتيجه سلبيه سابقه او اجهاد بدني على اللاعبين، خاصه وان المباراه يوم السبت القادم. ايضا تحدث المدير الفني عن ضروره عوده صابين، ممكن النهارده شهد المران عوده فتحي وحمودي ومروان وازارو وسعد سمير وشاركوا فعلا النهارده بشكل كبير في الجري وفي بعض الترتيبات، ولكن صالح وحمودي وازارو عفوا صالح وحمودي وازارو وفتحي ما شاركوش في التقسيمه، لكن شاركوا في الجانب التدريب البدني والجانب كان في الجزء اللي هو بالكره او التدريبات الاوليه. لكن سعد ومروان شاركوا في التقسيمه ويعتبر شاركوا في المران بشكل كامل. ايضا اللاعبين اللي ادوا المباراه الاخيره الاساسيين كان بالنسبه لهم النهارده كان تقسيمه خفيفه او تمرين خفيف بالنسبه ليهم للاستشفاء وبعض الجري حوالين الملعب، وبعد كده يمكن استكملوا بعض التمرين في الجيم. تمام. كان التقسيمه الاخيره المبدئيه في التدريب النهارده كانت قويه جدا، واشرف عليها طبعا المدير الفني بنفسه، اتسمت بالجديه والتنافس بين اللاعبين، وشهدت ايضا يمكن باسم اشترك مع محمود وحيد في كره مشتركه اشتكى يمكن منها وحيد من كدمه بسيطه، طبعا وكلنا قلقنا يكون وحيد من ضمن المصابين، لكن الحمد لله مع تدخل الدكتور خالد محمود استكمل المران بشكل طبيعي، وكانت ايضا هناك حصه تدريبيه اخرى لحراسه المرمى بقياده كابتن طارق سليمان مع الثنائي شريف اكرامي وعلي لطفي. كان عايز اضيف لك كمان النهارده شارك لاعب العربي بدر لاعب وسط المدافع مواليد 2001 مع الفريق باول النهارده، يمكن لاعب مميز جدا وبينتظره مستقبل باهر جدا. لاعب كويس فعلا. طبعا مشاركته ايمانا طبعا من المدير الفني التصعيد اللاعبين الشباب اكتساب بعض الخبرات. ايضا على الجانب الاخر وليد سليمان النهارده بدا مرحله جديده من التاهيل في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وكان سليمان طبعا زي ما انت عارف تعرض لجزع في الرباط التحتيلي للركبه في شاركته في مباراه شباب الثوره اللي شارك فيها، وايضا محمد نجيب النهارده اجرى بعض التدريبات التاهيليه في حمام السباحه. كده كل الدار النهارده داخل ملعب التتش في ما يخص الفريق الاول لكره القدم. بشكرك محمد، شكرا جزيلا. محمد طه زميلنا الجديد والعزيز معنا في قناه الاهلي ومراسل قناه الاهلي.